هنعمل مع بعض الزبادي من اللبن البقري بطريقة سهلة جدا واقتصادية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي باللبن البقري، هنعمله بطريقة سهلة جدا بدون مكنة الزبادي وهيطلع احلى من الجاهز. المقادير اللي معايا لتر لبن بقري دافي، غليت اللبن وسبته برد لحد ما بقى عامل زي دمع العين، استحمل اللبن بصباعي. ومعايا زبدايه بدرجه حراره المطبخ، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ ما تكونش طالعه من الثلاجه، ومعلقتين كبار سكر. نبدا كده ونسمي على بركه الله. بسم الله. هحط الزبدايه في البوله وهحط عليها معلقتين كبار سكر، وهاخد مغرفة من الحليب اللي عندي، مغرفة واحدة بس، هقلب الزبدية كويس مع السكر والحليب لحد ما السكر يدوب. قلبت كويس لحد ما السكر داب، هنزل خليط الزبادي على اللبن الحليب اللي معايا، وهقلب كويس. مش محتاجة ان انا اضرب بمضرب كهرباء او بالخلاط، الزبادي والسكر اختلطوا مع اللبن خلاص. هجيب الكوبايات وافضي فيها اللبن، بسم الله هفضي. خلاص صبيت الزبادي في الكوبايات، هدخل الزبادي على فرن دافي لمدة 5 ساعات بدون حمام مائي، يعني انا هدخلهم في الصينية زي ما هم كده لمدة 5 ساعات، وبعد 5 ساعات هنشوف الزبادي مع بعض. اهو يا حبايب قلبي الزبادي بتاعي بعد ما عدى عليه 5 ساعات وطلعته من الفرن، بصوا متماسك جدا ازاي، اهو شايفين. ولسه كمان اما هندخله التلاجة هيتماسك اكتر من كده. لو عجبتكم طريقة عمل الزبادي من اللبن البقري ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.